صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءات القرآن لقراء معروفين؟ يقول صلى الله عليكم: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين؟ لا تسرع بالقراءة علشان يتوضح الكلام. نعم. يقول صلى الله عليكم: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين؟ نعم. وتمتاز هذه القراءة بالبطء والتمطيط وترتيلها بأسلوب الألحان، وهي قديمة ومشهورة ولا تزال تبث حاليا. هذه القراءات لا تجوز، التي تخرج عن قواعد التجويد المعروفة إلى التمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة، هذه لا تجوز لأنها مبالغات وتخرج القرآن إلى الألحان. نعم.